هلا وصلنا لفقرتنا الطبيه يا سمر. اليوم كثير من الاسئله بتطرحها المراه الحامل والمراه المرضعه خلال شهر رمضان المبارك، كيف فيني صوم؟ هل فيني صوم؟ قديش بياثر هيدا الشيء على حملي؟ قديش بياثر هيدا الشيء على الرضيع؟ كل هالاسئله رح نحكي عنها اكثر مع الدكتور الاخصائي بالنسائيه الدكتور اكمل رمل الاحمر. يسعد صباحك ورمضان كريم. يا صباح الفل، رمضان كريم عليكم يا رب. يسعد صباحك دكتور. صباح النور. بالبداية دكتور خلينا نحكي عن هذا السؤال، كل الحوامل دائما بيسألوه بشهر رمضان المبارك، أنا بقدر صوم ولا لا؟ خلينا نحكي عن صحة الصيام للمرأة الحامل. أولا سيدتي كل عام وانتم بخير، إن شاء الله رمضان كريم، وبإذن الله واضح أنه هو دائما رمضان كريم، وخاصة بهي السنة سنة الاستحقاق الدستوري الرئاسي، الانتخابات الرئاسية، يا رب تكون من أجمل وأعظم إنجازات سوريا. رئيسنا وجيشنا وشعبنا بهي السنة هيك استحقاق عظيم وخطير بمعنى الإيجابي للكلمة على مستقبل سوريا، وشوكة بعين أعدائها شاء من شاء وأبى من أبى. مرجع لسؤالك سيدتي الكريمة، بالنسبة للصيام والمرأة الحامل، خلينا نقول أنه هو سؤال دائما في جدلية، من هو صاحب القرار بهذا الموضوع؟ من الناحية الطبية صاحب القرار هو حكما الطبيب. طيب هلا خلينا نرجع بلكي بنعمل طريقه انا وياكم هلا، انه خلينا نفترض انه في قدامنا اجت لعنا هلا حامل، هلا اجت بهاللحظه وهي ما بنعرف لسه باي اشهر حامل، وجاي عم تقول دكتور انا بدي صوم ولا لا. طيب خلينا نبدا بمجموعه اسئله ولا اجوبه نجاوب اياها. انه هي تجي تقول لنا انه انا هلا صار لي مثلا 6 أسابيع 8 أسابيع بالحمل، بمعنى خلينا نقول انه هي تلت اول ولا تلت متوسط ولا تلت اخير للحمل، التلت الاول هو لغايه 12 اسبوع. اول ما بتفوت لعنا وخاصه بهذا الطقس، يعني جاي رمضان تقريبا بالصيف وباين صيفيه مشوبه شوي وساعات طويله. كان بالشتاء صحيح. تماما كبير. بيختلف كثير عن الشتويه، وبيختلف من بلد لبلد، يلي ببعض بلدان اوروبا بيكون فيها الصيام يا دوب 3-4 ساعات. طيب هلا اذا اجيت لقيناها انه نحن بالتلت الاول من الحمل، أنا كطبيب رأيي بالثلث الأول من الحمل من إلا أنت ممنوعة من الصيام. تمام. السبب أولا الثلث الأول هو مرحلة تشكل أعضاء الجنين. تكوين الجنين صحيح. تمام. فلذلك أنا بحاجة لكل مغذي لإلها ولكل طاقة تاخدها المرأة الحامل بغرض أنه نوصل بنهاية 12 أسبوع الثلث الأول لجنين متشكل بأفضل صورة بأجمل وتمام تماما، يعني أنه يكون بأفضل حالته. إذن هلا إذا من ناحية أي تلت حمل منقول بالتلت الأول أنا بقلها ما في صيام بالتلت الأول. هلا إذا بدي إجي طلعت بالتلت المتوسط للحمل يلي هو رابع خامس سادس، وفي ناس بيضيفوا معهم السابع، خلينا نقول نحنا إنه هدول نقول لهم الهاني مانث، يعني الأشهر الذهبية للحامل. أوكي بهي الأشهر الذهبية منقول لها أوكي إذا ما عندك عوامل تانية، هلا بدنا نمرق عليها، ما عندك عوامل تانية منقول لها جربي صومي، إن قدرتي ذاتس إت فليكن كملي صومي. إذا بدي أجي بقى للثلث الأخير للحمل، الثلث الأخير للحمل بغالب الأحيان من إلا لا يفضل ما تصومي، وخاصة لما بتفوت بقى بنص الشهر الثامن وباتجاه الشهر التاسع تبع. السبب هون إنه جنينه بحاجة لأكبر طاقة ممكنة، لأنه هو كل ماله عم اكتماله كل ماله عم يتضخم. الشيء الثاني هون بدنا ننبه عليه انه بهي الاشهر بنسبه هي حوالي 2% من الحالات قد يصاب الجنين بتوقف قلب مفاجئ لما بنقطع عنه بسبب الصيام، لما بنقطع عنه السوائل لكذا ساعه والطاقه لكذا ساعه. طيب هلا نحن بدي ارجع لنقطه كمان مهمه، عفوا باشهر الحمل الاولى، لانه هي برجع بقول انه هي الاساس اشهر الحمل الاولى، مو بس لانه مرحله تشكل اعضاء جنين، لانه نحن بنعرف باشهر الحمل الاولى هي النسبه الاعظم من السيدات الحوامل يلي بيصير عندهم شيء اسمه اعراض اللوحام، مزبوط، يلي هو الاقياء عندها الصباحيه وممكن تترافق اثناء النهار. طيب هذا احد حلوله اولا اعطاء ادويه لها،
التوصيات الغذائيه لإلها اللي هي انه تاخذ وجبات خفيفه متكرره كل ساعتين ثلاثه، لانه ما بتتحمل معدتها وجبه ثقيله. بمعنى طب اذا قررت لي انا بدي صوم لو اني باشهر الحمل الاولى، ماشي اوكي، وعندها وحام شديد ومتضايقه منه، طيب لما بدي تجي وجبه الافطار ما رح تقدر تاخذ شيء يقدر يكفيها، بفرض اخذت شيء يكفيها، لما بدي تجي وجبه السحور طيب ما رح تقدر تاخذ شيء كافي ليعوض لها ثاني يوم او يعطيها ريزيرف لها ثاني يوم 15-16 ساعه صيام. اذا برجع بقول بالاشهر الحمل الاولى هي جدا جدا اساسيه. طيب خلصنا من هلا نوعا ما انه هي باي تلت من اشهر الحمل. طيب نجي منقول بقى السؤال الثاني، اجت سالتنا هلا هي الحامل فاتت علينا على الاستوديو لهون انه انا حامل وبدي صوم. بدنا ناخذ طبعا مثل اي حامل القصه المرضيه الشخصيه لها والقصه العائليه، سواء القصه المرضيه يلي كانت اذا في عندها حمول سابقه لحموله السابقه، وقصه المرضيه بشكل عام كونها حتى لو ما أنا حامل لسه القصة المرضية تبعيتها بشكل عام. طيب بتجي بتجي بتقول انه مثلا انه انا صار عندي اسقاط متكرر او صار عندي اسقاط اسقاطين، مو شرط متكرر لانه اسقاط متكرر هيك يعني نمر عليها، انه هو ثلاث حمول ويتم فيها اسقاطات بعدين بتدخل حالة تصنيف الحمل الاسقاط المتكرر. اوكي انا صار عندي اسقاط اسقاطين وانا هلا حامل، من الا فورا ممنوعة من الصيام. طيب هلا بمعنى صرنا عم ندخل بشيء اسمه حمول عالية الخطورة. حمول عالية الخطورة يعني من جهتها هي كحامل ومن جهتها إلها هي كمريضة أو كسيدة حتى لو غير حامل قصتها المرضية السابقة ووجود الجنين. هلا مثلا بتجي بتقلي عندي توأم، أنا حامل بتوأم حكما ممنوعة من الصيام. تمام. بنلاحظ هلا هالفويريقات الصغيره هي، فلذلك ان لنا كلمه انا وياكم بدايه الحلقه سيداتي انه صاحب القرار الطبي دكتور هو دكتور طبيبه حسرة. طبيبه يلي بيبقى متابع حالتها هلا وقبل. طيب هلا بتجي بنفوت بقى على تصنيف ثاني، هل هو حمل عادي؟ هل هو حمل هاي ريسك بريجننسي، حمل عالي الخطوره؟ هون بقى طيب اذا اجت قالت لي دكتور انا بطبيعه الاحوال حتى قبل ما اكون حامل انا بيقشط ضغطي بينزل ضغطي، طيب قالت هالكلمه هي حكمه معناته ما بقى نخليها تصوم لانه بدها تضل كذا ساعه اثناء النهار ما عم تاخذ سوائل ولا طاقه، رح ينزل ضغطها اكثر وممكن دوخ وتوقع وتروح هي والجنين سوا يلي ببطنها. طيب اذا مريضه بالعكس مريضه ارتفاع ضغط توتر شرياني، هي بدها تاخذ ادويه على مدار النهار مع توصيات خاصه، قليله املاح، بدها كميه منيحه من السوائل، بلا بلا بلا، هي ممنوعه معناتها من الحمل، لانه هون فتنا بتصنيف حمول عاليه خطوره. طيب تيجي بتقلي دكتور انا مريضه سكري، سواء كان سكري يحصل عندها فقط اثناء الحمل ولا لا، سكري موجود قبل الحمل حتى بحياتها العاديه كم ممنوعه من الصيام. طيب اللي بتجي بتقلي دكتور انه كان يصير معي التهابات مجاري بوليه كثير، بطبيعه الاحوال انا هيك جهازي يعني ما راح استعمل هذا التعبير، انه بطبيعه الاحوال انا الكليتين عندي او الانابيب المفرغه الجهاز المفرغ عفوا انه بشكل عندي رمل ومن وقت لتاني بتطلع بحصه. الا حكما ما في صيام بهالحاله لانه مو ناقصنا التهاب مجاري بوليه او التهاب نسائي، لانه بحكم الجوار التشريحي هذا بيودي لهاد وهذا بيودي لهاد بغالب الحالات. فلذلك نحن بنقول لهيك حاله صح هو ما نوع حمل هاي ريسك عالي الخطوره لا، بس ولكن حمل قد يؤدي حاله قد تؤدي انه تدخل بشيء مور سيريس جدي اكثر وتدخل بتصنيف حمول عاليه الخطوره، من الا وقتها بهي الحاله انت ممنوعه عن الصيام. يعني لاحظي قديش في سيداتي اذا بننتبه سوا قديش في تفريعات وفويصلات او فويرقات بالقصه بتفرق بقرار الطبيب. فلذلك هون الهدوء الهدوء، واصلا ربنا سبحانه وتعالى اجاز للحامل انه ما مضطر اساسا تعرض نفسها للخطر او تعرض طفلها للخطر اذا في عندها مشاكل صحيه بسيطه ممكن تأثر. لانه هون المسؤوليه اثنين. لاحظي الشغله انه بالشرع واللي قائم على اساس طبي انه الولد الصغير ممنوع من الصيام،
فلذلك ما ببعض الحالات مثل ما مرق معنا بالحلقة بالجنين يلي لسه لا حول ولا قوة، يعني هذا كل غذائه بده ياخده، كل طاقته بده ياخدها من أمه. أكيد مو من وسائل التواصل الاجتماعي ولا من جيرانهم اللي بيقدروا يصوموا هن حوامل، عنجد بياخدوا النصائح من بعض يعني، فضروري الدكتور يشوف. دكتور طيب الأم يلي صحتها جيدة، خلينا نحكي عنها، كيف ممكن هي تصوم وأكيد ما تأثر سلبيا لا هي ولا طفلها، يعني تعود السوائل تعود كل الفيتامينات بفترة الإفطار؟ تماما سيدتي. هلا الأم اللي صحتها جيدة بمعنى أنه ظاهريا ما في معها مشكلة، ما أنا داخل حمل تصنيف عاملة خطورة، خضاب الدم عندها جيد، سكرها كويس، الكلس عندها كويس، الفوليك أسيد عندها، يعني بمعنى أنه جيدة أمورها، نقول لها أوكي فيكي تصومي من الناحية المبدئية، ولكن إذا بيصير أي عارض معك فورا لازم توقفي صيامك. طيب هلا منقول نحن هون بنرجع انه هي صامت، طيب بدها تجي وقتها عندها افطار وعندها سحور. هلا خلينا نقول انا وياكم قاعده ذهبيه، ما بعرف اذا بتسمحوا لي، هي بتقول اذا ما بدك تعملي وجبه سحور جيده بضمن شروطها الصحيه لا تصومي نهائيا، حتى لو وضع الصحي مثل ما سالتيني سمر انه وضعها بيسمح انه تصوم الا ايه وجبه السحور. برجع بأكد عليها، وجبة السحور إذا ما أنا وجبة جيدة صحية لا تصومي. هلأ منقول هي إجت على الإفطار صايمة وضعها جيد، إجت على الإفطار منقلها أهم شيء ابتعدي عن المحليات السكريات الصناعية، تتناوليها بكمية كبيرة. خذي كاسة مي، أوكي أكيد، بعد شوي خذي صحن سوب صحن شوربة يلي ممكن يكون فيه مغذيات عالية، فيتامينز عالية، مينرالز معادن، بروتينات عالية ممكن تاخدها، بعدين تروح على الوجبة الأساسية يلي يفضل تكون وجبة من صنف واحد وليس أنه متعددة الوجبات، يلي بيكون لأنه عنده وحامة بسيط ممكن يصير بقى وحامة تقيلة كتير إذا على وجبات دسمة. الابتعاد عن الدسم بالدسم الثقيله بشكل عام، والكربوهيدرات النشويات العاليه الكميه الكبيره العاليه منهم عشان نحافظ على وزننا وما تملح الاكل تعلق وقتها بدها تضل تشرب سوائل. تعوض القيمه الغذائيه، يعني اذا نقول نحن عم تصوم لساعات طويله في كثير من الناس بس مثل ما قلنا يمكن ما كثير بتاكل على الفطور بتلاقيه، وحتى فتره السحور ما بتاكل بشكل صحيح. فينا نقول فينا مثلا بعد الافطار نعمل وجبات صغيره سناكات خفيفه افضل، لانه مثلا لما تقول وجبه واحده بتلاقي لك المائده الدمشقيه والمائده السوريه هي بتلاقيها في تنافس مين بيقدم لك الطبخات والقصص أكيد. ونمنعها كمان شهيه وكريمه يعني صحيح. فانه كيف فينك لا خليها تاكل تقريبا بس بشكل معتدل وبنفس الوقت يكون صحي ويكون في نسبه عاليه من السوائل. تماما. هلا بنرجع هون اكثر شيء نقطه مهمه نور، اللي هي انه رجعنا انه فتره قبل السحور شو تاخذ قبل ما تدفع الامساك. طيب هلا بدنا نرجع نقول انه خليها تاخذ طاقه من مصادر طبيعيه، التمر، الزبيب، المكسرات بس ما تكون مالحه، ما تكون مالحه يعني. ايه طبعا ايه هي بتاخذ منها طاقه عاليه. مثل ما قلنا تبتعد عن المحليات المشروبات اللي فيها محليات صناعيه كميه كبيره اللي ما بتعمل لها شيء، هي غير بالعكس بتحرض بعد ساعه ساعتين بتحرض الاحساس بالجوع اكثر وتحرض الاحساس بالعطش الشديد. فلذلك ما تلجأ لها قبل السحور، تلجأ قبل السحور لكمان شيء مثل ما ذكرنا تمر او زبيب هي القصص، وتاخذ وقتها كاستين مي كبار وصحن شوربه قبل يعني فتره السحور، واذا بيكون صحن سلطه بس يكون قليل ليمون وقليل ملح قدر الامكان مشان انه تقدر يعني تصمد من ناحيه العطش ساعات النهار الطويله اللي فيها للصيام. فلذلك بنلاحظ انه نحن هون طيب اذا اجتنا وحده هلا ما بقول حامل وقلنا لها مثل ما سالتني سمر انه صحتها كويسه وبامكانها تصوم، طيب اذا كان وزنها هي اذا كان وزنها نحيفه هي مياله للنحف، طيب مدبرها بتدبير تبعها مثل الحامل يلي فايته باوفر ويت 10 12 كيلو؟ لا اكيد لا اكيد مو نفس الشيء تماما. هلا الشيء الثاني بدي اقوله هي معلومه انه قلنا لها صومي، وهلا نحن بنعرف اغلب سيداتنا الحوامل هن عندهم شغل ثاني يوم وموظفات ومنتجات باثناء نهارهم وعم تقوم بكمان اعمالها بالبيت، عم تشيل بيت كامل، من الا باي لحظه حسيتي انه انت صار عندك زغلله بعيونك، اشد ضغطك، عطش شديد بمعنى انه منهكه صارت من شده العطش، او
جوع شديد، جوع شديد بمعنى الحقيقي للكلمة. هلا بنعرف كلنا قرصة الجوع انه مات عم تفرك شوي، انا جعت، اوكي هي فيها تمرقها خاصة بأيام ساعة ونص ساعتين لوقت الافطار. اما اذا كان لا، جوع شديد بمعنى الحقيقي من الله، وقفي، هي انت جربتي وما قدرتي تكملي، معلش الله يتقبل من بأوقات. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الام يلي بترضع، كمان شو وضعها بشهر رمضان المبارك؟ تماماً. شو بيأثر هذا الشيء على جنينها برأيك؟ تماما سيدتي، ما خليني اقول بعجالة يمكن قرب الوقت. اي طيب، منقول نحن بأول ارضاعة المرضع لا يجوز ان تصوم، لانه بحاجة لكمية كبيرة بأول ارضاعة، بحاجة لكمية كبيرة من السوائل والفيتامينات والبروتينات والطاقة. هي أول أربع شهور للرضيع، لأنه ما بيكون داخل له أكل أو أي شيء، فينا نقول هي فترة. تماما، وخاصة كمان بشكل يعني دقيق أكثر أو فرعي أكثر، لما بتكون خلينا نقول ولداني مثلا من كم يوم، نقول حكما ما في صيام لإلها. بأية الفترات إذا كان وقتها بعد ما حكيتي حضرتك نور إنه خلصنا من أربع شهور وصار فينا ندخل بقى سبليمنتس، متممات لإله للوليد الرضيع عفوا، نقدر ندخله متممات، صار بامكانه وقتها انه تفكر بالصيام مع مراعاه شو لازم تحصل من مغذيات. لا تقدر تعطي حليب كامل مغذي للرضيع اللي هي عم تقوم على الرضاعه. نخلص معك دكتور، نشكرك على وجودك معنا، ومثل ما قلتي الخيار دائما والمرجعيه للدكتور مع الالتزام بجميع النصائح الصحيه. شكرا كثير لك. يسعد صباحك سيدتي. شكرا لك دكتور اكرم، اكيد بنشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك.